في الوقت اللي كان ليفربول بيحرق الاخضر واليابس في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم ده املا في تعويض ما فاته الموسم الماضي، كان مانشستر سيتي بيسقط سقطه قويه جدا الموسم ده. الفريق بدا الموسم بشكل ممتاز، لكن سرعان ما تدهورت النتائج بشكل كبير جدا، حتى وصل الحال بمانشستر سيتي ان هو يخسر 5 مباريات في منتصف موسم فقط، وده يقل مباراه واحده عن الخسر وطوال الموسمين اللي فاتوا كاملين. سقط اخرى في اوروبا هذا الموسم لكن على سكيل اصغر شويه مع فريق اسبانيول اللي قدر ان هو يتاهل للدوري الاوروبي الموسم اللي فات، فايز به ان هو يعجز عن تحقيق اكتر من فوزين طوال الموسم حتى الان عشان خاطر يتزايل الترتيب. بس الموضوع ده ما كانش مفاجاه خام 100%، لكنه كان ليه مقدمات بعد ما الفريق استغنى عن مهاجمه برخا اجليسياس لصالح ريال بيتيس، وانضم ليه كمان مدرب روبي اللي راح لريال بيتيس عشان خاطر يعين اسبانيول مدرب لم يسبق له ان درب ابدا في الدرجه الاولى الاسبانيه. وكانت النتيجه طبيعيه باقاله المدرب مع تعيين بابلو ماشين مدرب اشبيليه السابق، لكن يمكن تلخيص مسيره بابلو ماشين مع الفريق في جمله واحده قالها قبل اقالته فتره قليله، لما قال ان اداره النادي عليها تعاقد مع لاعبين الرجاله عشان يقدر يحافظ على نفسه وما يهبطش الموسم ده. لكن ربما يكون هناك امل في بقاء اسبانيول بعد تعيين مدرب ابيلاردو اللي صنع اسمه كويس جدا مع الافيس، وربما ظهرت ملامح الاستفاقه دي نوعا ما امام برشلونه بعد الاداء المميز جدا اللي قدمه اسبانيول، لكن برضه لا يمكن انك تعول على المستوى الجيد اللي قدمه برشلونه لانها في النهايه مباراه ديربي. ونختتم سقطات منتصف الموسم ده بخروج اياكس والانتر من دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا. صحيح ان هم كانوا في مجموعتين قويتين جدا، لكن فناء اياكس ده اللي كاد يصل لنهايه دوري ابطال اوروبا وخرج من نصف النهائي، وكمان بعد اول مباراتين كان حقق 6 نقاط كامله، لكن في النهايه خرج امام فالنسيا وتشيلسي. وكذلك كان الحال مع الانتر اللي ضيع فرصه سهله جدا امام برشلونه، امام احتياطي برشلونه في الواقع، وخسر في النهايه امامهم بعد ما اضيع الكثير من الفرص اللي كانت ممكن تاهله للدور الثاني. لعيبة كتيرة تألقت في النصف الأول من الموسم ده، لكن في النهاية كان علينا إن احنا نختار 5 لعيبة عشان خاطر نستعرضهم معاكم، مع اعترافنا إن احنا اضطرينا نتجاهل عدد كبير جدا من اللعيبة اللي انتزعت الأضواء. واحد من أهم لعيب الليجا هذا الموسم، مستوى ثابت وكبير في وقت لا تجد فيه أي استقرار في اللاعبين اللي بيشاركوه في خط الهجوم، مشاركة كبيرة في صناعة اللعب واستمرار في استفاقته التهديفية اللي احتل بيها الصدارة المشتركة للائحة الهدافين. الدولي السنغالي بيقدم موسم كبير جدا مع ليفربول، صحيح إن أداءه تراجع بعض الشيء في الكام مباراة اللي فاتت، لكنه ما زال ضلع أساسي جدا في صناعة اللعب وعملية تدوير الكورة بالنسبة للريدز، كان حل مهم جدا في تخليص أكتر مباراة معقدة في الربع الأول من الموسم. هداف لاتسيو اللي بيتوج مجهودات كل مغامري خط الوسط، لاتسيو عنده خط وسط ممتاز جدا لكن ما كانش يهتم بالورط ما يفعلوه دون مهاجم هداف مرعب، سجل 19 هدف لغاية دلوقتي في الدوري وقادر يتميز في أي مباراة سواء في المرتدات أو في الهجمات المنظمة. مفيش فريق في أوروبا كلها هتلاقي عليه إجماع في مسألة مستواه باستثناء ليفربول، دايما في شيء ينقص أي فريق آخر سواء استمرارية سواء دفاعا مش قد كده أو هجوما مش قد كده فيما عدا الليفر، عشان كده مش عيب ابدا انه يمتلك 2 من افضل لاعبي نصف الموسم حتى الان في اوروبا. الكسندر ارنولد بيقدم موسم مذهل لغايه دلوقتي، ومن فرط ما هو متالق فناس كتيره بقت تطالب انه يلعب في وسط الملعب للاستفاده اكتر منه، وده سر تميز ارنولد ان قادر يقدم كل اللي بيقدمه من هدايا لزملائه من خلال مركز الظهير. ان كان هناك سبب في استمرار ارنستو فالفيردي ببرشلونه فهو ليونيل ميسي، ان كان هناك سبب في استمرار برشلونه في الصداره مشتركه للليجا فهو ليونيل ميسي، ان كان هناك اي شيء ايجابي برشلونه فبالمشاركه مع تير شتيجن هيكون ليونيل ميسي. غاب 5 مباريات في بدايه الموسم، ومع ذلك كان قادر انه يسجل عدد كبير من الاهداف ويصنع عدد اخر، رغم انه ابدا ليس افضل مواسمه بالنظر لاختفائه في اكثر من مباراه خسرها الفريق او تعادل فيها. وجائزه لاعب النصف الاول الموسم ده تذهب الى ساديو ماني، اللاعب المستمر في تألقه منذ الموسم الماضي واستطاع ان هو يجني حصاد ما قدمه في 2019 خاصة في الموسم الحالي. لاعب مساهم بشكل كبير جدا مع ليفربول من خلال ادواره المتعددة كجناح وكصانع لعب وكذلك كهداف قدير عشان يكون واحد من اهم لاعبي العالم حاليا. بنوصل مع اكتر حاجة بيكون عليها جدل كبير جدا وهو اختياراتنا للتشكيلة المثالية لكل دوري من الدوريات الثلاثة الكبرى. خلونا نبدأ مع ليجا. في حراسة المرمى تير شتيجن، على الجانب الايمن هيكون خيسوس نافاس، وعلى الجانب الايسر خوسي جايا، وفي قلبي الدفاع سيرخيو راموس ودييجو كارلوس. في خط الوسط هيكون الثلاثي فالفيردي وباريخو ومارتن اوديجارد. اما في خط الهجوم هيكون ميسي على الجانب الايمن ويارسابال على الجانب الايسر وكريم بنزيما كرأس حربة. فعده اسماء كان ممكن تدخل بقوه للتشكيله دي، واخص بالذكر لوكاس اوكامبس اللي بيقدم مستوى كبير جدا مع اشبيليه هذا الموسم، لكن قدروا ان يكون في نفس مركز ليونيل ميسي. كما اننا اضطرينا نستغنى عن بعض اللاعبين لان هم تالقوا بعض الفترات واختفوا بعض الفترات، لكن اللافت للنظر ان تشكيله الليجا لم تعد حكرا بين لاعبي البارسا ولاعبي الريال. اما عن تشكيله الدوري الانجليزي فهيكون دين هندرسون في حراسه المرمى، الكسندر ارنولد واندي روبرتسون على مركز الظهيرين، وما تعملش نفسك متفاجئ، وكمان في قلب الدفاع هيكون لاعب ثالث من ليفربول هو فان دايك وجاويرو سانشو مدافع ليستر. اما في خط الوسط هيكون هندرسون وماديسون وكيفن دي بروينا. اما ثلاثي خط الهجوم فهيكون ماركوس راشفورد وساديو ماني وجيمي فاردي.
في اسماء كتيره جديره بالاشاده زي كاسبر شمايكل وجورجينيو وكذلك فابينيو اللي لولا اصابته لكان اكيد حاجز مكانه في التشكيله الاساسيه، وكذلك كان في عدد كبير جدا من المهاجمين اللي تالقوا لكن اضطرينا ان احنا نظلمهم ونستغنى عنهم بسبب جيمي فاردي زي تامي ابراهام وزي داني انجز وزي راؤول خيمينيز. وهننتهي مع تشكيله الدوري الايطالي اللي هتبدا بحراسه المرمى مع شيزني واتشيربي وديفراي في قلبي الدفاع، ثي هرنانديز على الجانب الايسر وكريس سمولينج على الجانب الايمن، وهنقول ليه. أما في خط الوسط هيكون ميرالين بيانيتش، ميلينكوفيتش سافيتش ولويس ألبرتو، وفي خط الهجوم لن نستغنى عن لوتارو مارتينيز وكريستيانو رونالدو وتشيرو إيموبلي. الواحد كان حزين وهو مضطر يخرج لاعبين زي بابو جوميز أو روميلو لوكاكو اللي دفع ضريبة التألق العظيم لتشيرو إيموبلي هذا الموسم، وكذلك كان في أسماء أخرى زي الحارس ريجو أو سكرينيار أو زانيولو أو إليشيتش، وكذلك الحال كان مع سينسي وباريلا اللي ظلمتهم الإصابة أجبرتهم على الابتعاد في بعض الفترات، وكذلك ما كانش ينفع نبعد أبدا واحد من ثلاث قلوب الدفاع اللي اتكلمنا عنهم، عشان كده اضطرينا نخلي كريس مولينج باك يمين خصوصا إن مفيش باك يمين تألق بشكل كبير في الدوري الايطالي، وكمان عشان كريس مولينج لعب في المركز ده قبل كده. تتويج منطقي لساديو ماني كافضل لاعب في افريقيا في عام 2019 بعد ما جمع الحسنيين كرويا مع النادي ومع المنتخب، فتالق بشكل كبير جدا على مستوى دوري الابطال والبريمير ليج، ورافقه في التالق ده محمد صلاح اللي تالق بشكل كويس جدا برده في البريمير ليج ودوري الابطال، وكذلك تالق على مستوى المنتخبات بعد ما قدم بطوله جيده في امم افريقيا ووصل لنهائي البطوله، بس رافقه كمان رياض محرز اللي قدم مستوى اكبر في كاس امم افريقيا وتالق بشكل كويس جدا، لكن اذاه بشده ان بيب جوارديولا لم يستغل استفاقه محرز وروح المعنوية العالية جدا بعد أمم أفريقيا واستمر في إجلاسه احتياطيا ولم يستفد بيه، عشان كده إجلاس جوارديولا المحرز خصوصا في الموسم ده أذاه بشكل كبير جدا على مستوى المنافسة دي، وخلى ساديو ماني فعلا هو الحق بلقب أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام.